دعا النائب في حزب المحافظين في البرلمان البريطاني عبر مجلس العموم أندرو موريسون، والذي سبق أن تقلد العديد من المسؤوليات في الحكومات البريطانية المتعاقبة، دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى إجراء تقييم للجدوى المحتملة لدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، بما يتماشى مع المواقف الدبلوماسية المعدلة لكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا. وكان 31 نائبا في البرلمان البريطاني، بينهم وزراء سابقون، قد وجهوا في مايو الماضي رسالة إلى الحكومة في شخص وزير الخارجية ديفيد كاميرون لمطالبة لندن بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، معتبرين أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يمثل الحل الوحيد النهائي والمستدام لإنهاء هذا الصراع المفتعل. إذن السلام عليكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا وقناتكم أم بي توب. الموضوع ديال اليوم كما شفتوا معايا في بداية الفيديو كيتكلم على ملف الصحراء المغربية، وأيضا يعني البرلمان البريطاني كيضغط باش بريطانيا تعترف بمغربية الصحراء، وقريبا غادي تعترف بمغربية الصحراء وغادي تكون صدمة مدوية للجزائر. أيضا يعني هاد الضغوطات فما كتقبلهمش الجزائر نهائيا، فالنظام الجزائري في سعار بعد ما كنشوفوا على ان يعني دول كثيره تعترف بمغربيه الصحراء وبان الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لهذا النزاع. ايضا عن السدود اللي اصبح المغرب ينشئها في جنوب المغرب، والمغرب يتطور اكثر فاكثر، مزيد من النجاحات ومزيد من العطاء، ولا مقارنه بين المغرب والجزائر. أصدقاء نعطيكم العناوين ديال حلقة اليوم وندوزوا الفيديو إن شاء الله. بريطانيا قريبا تصدم الجزائر وتعترف بمغربية الصحراء، واعترافات مهمة من دول كثيرة قادمة. أيضا خبر وتحليل مهم عن أكبر سدود أقاليم الجنوبية للمغرب. أصدقاء ما نطولش عليكم بزاف، خليكم مع الفيديو كذلك التحليل والخبر. ما تنساوش اللايكات ديالكم والأراء ديالكم خلال التعليقات، كنشوفكم كاملين أصدقائي، خليكم معايا. ومعي من لندن الزميل الإعلامي والباحث في الشؤون البريطانية الزميل عبد الصمد بن جودة، أهلا ومرحبا بك. أهلا بك أخت فرحان. إذن هذا الموقف من حزب المحافظين في تأييده لخطة الحكم الذاتي المغربية ليس وليد اليوم أستاذ عبد الصمد. بالفعل، ولكن دعينا نبدأ بالجديد. أندرو موريسون كما أشرت شخص له باع في العمل النيابي هنا في بريطانيا، وكان مبعوث خاص لديفيد كاميرون في عام 2016 إلى المغرب وتونس. هذه المرة دعا بريطانيا مجسدة في وزارة الخارجية في مجلس العموم إلى ضرورة تقييم جدوى الاعتراف بمشروع ومخطط الحكم الذاتي في المغرب، وذلك فيما يتعلق بسيرورة الدعوات التي قام بها نواب كثيرون من حزب المحافظون وكان آخرها توقيع عشرات النواب في ماي الماضي لرسالة دعوا فيها رئيس الحكومة السابقة ريشي سوناك بضرورة الاعتراف بمغربية الصحراء، وأيضا الاعتراف بأن مخطط الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب للأقاليم الجنوبية هو المخطط الأكثر عقلانية. هذه الرسالة التي كما قلت لك وقع عليها العشرات، لم يكن بينهم فقط نواب من حزب المحافظين، بل أيضا نواب من حزب العمال. حزب العمال كما نعلم هو الذي يقود الحكومة الآن، وينتظر ربما المناسبة الملائمة لكي يخطو خطوة إلى الأمام، لأنه كما نعرف حزب المحافظين تقليديا هو الأقرب للمقاربة المغربية فيما يتعلق بالصحراء. كانت هناك الكثير من الأسئلة والكثير من الاستفهامات فيما يخص موقف هذا الحزب الجديد عند وصوله للسلطة، فيما يخص
قبل أن أسألك عن موقف حزب العمال الحالي وأيضا توقعاتك بهذا الصدد، بريطانيا كما يعلم السادة المشاهدين وتعلم أنت الخبير في الشؤون البريطانية، كدولة عضو في مجلس الأمن تربطها علاقات اقتصادية مهمة مع المملكة المغربية. ودعني نذكر السادة المشاهدين في مقدمتها المشروع، مشروع أطول خط كهرباء بحري في العالم والأول من نوعه، والذي سيخصص لربط مزرعة ضخمة للطاقة المتجددة بمدينة غليميم مع ديفون جنوب غرب المملكة المتحدة. يعني نحن نتحدث عن خطوط تحت سطح البحر بطول 3800 كيلومتر، بمعنى أنه أكثر من 7 ملايين منزل بريطاني سيتم تزويدها بالكهرباء النظيفة في حلول 2030. أي وقع في نظرك عندما تم يعني الإدلاء بهذا المشروع؟ أي وقع لهذه المشاريع والشراكات لدى البريطانيين؟ كما أشرت أخت فرحانة، هو مشروع ضخم جدا يتوقع منه، كما قلت العدد 7 ملايين منزل سيستفيدون من هذا المشروع. الخط سيربط تقريبا بآلاف الكيلومترات، سيمر عبر إسبانيا وفرنسا في اتجاه بريطانيا. هناك عمل دؤوب من طرف شركة إكس لينكس، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات البريطانية للمضي قدما. نعلم أن هذا المشروع تأخر شيئا ما، كما كانت هناك ضغوطات مالية متعلقة بأزمة أو سلاسل التوريدات فيما يخص الفترة التي شهدتها كورونا، لكن هذا لا يمنع من القول بأن المشروع يمضي قدما. تم تصنيع ويجري تصنيع الكابلات في شمال إنجلترا. المشروع تتحدث عن وسائل الإعلام البريطانية منذ سنوات وتقول بأنه كفيل أولا بتزويد هذه المنازل بطاقة نظيفة وطاقة موثوقة من جار يعني موثوق. بالإضافة لذلك، الأمر لا يتعلق فقط هذا الخط الكهربائي العملاق، ولكن يشمل ذلك يمكن أن نقول تضاعف حجم المبادلات التجارية بين بريطانيا والمغرب، خصوصا بعد البريكسيت. بعض الأرقام تتحدث فقط عن 750 مليون جنيه أو باوند في عام 2018، الآن تجاوز الأمر أكثر من مليار جنيه استرليني سنويا فيما يخص هذه المبادرات التجارية، خصوصا بعد توقيع تلك الاتفاقية بين المغرب وبريطانيا التي ينظر إليها صانع القرار البريطاني، ينظر إليها أو من خلالها إلى المغرب كبوابته في اتجاه إفريقيا. بريطانيا بعد البريكسيت أصبحت تريد أن تدخل في شراكات خارج الاتحاد الأوروبي. الأمر يتعلق بالمغرب، يتعلق بالخليج، يتعلق بدول جنوب شرق آسيا. فبالتالي فيما يتعلق بالقارة الإفريقية، نرجع مرة أخرى لنداءات حزب المحافظين وبعض نواب حزب العمال، يقولون بأن استراتيجية بريطانيا الاقتصادية من باب براغماتي يجب أن تنظر إلى الموضوع، موضوع الصحراء، على أساس أنه ضرورية وأساسية فيما يتعلق بالمضي قدما بهذه الشراكات الاقتصادية، وأيضا فتح إفريقيا من خلال البوابة المغربية. في ظل أيضا خاصة زميلي عبد الصمد، في ظل أيضا الاعترافات الدولية المتتالية بمغربية الصحراء وحتى التأييد الدولي لمخطط الحكم الذاتي. هنا أسألك عن من منظورك كمتابع للشأن البريطاني، ومع وصول حزب العمال إلى الحكم في بريطانيا، هل ستحذو حكومة كير ستارمر الجديدة حذو كل من الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا وفرنسا؟ كما ذكرت سابقا، بريطانيا عضو في مجلس الأمن، لدينا عضوين أساسيين هما الولايات المتحدة وفرنسا. خطط خطوات عملاقة في هذا الاتجاه في الاعتراف بمشروع الحكم الذاتي. بقي لدينا الآن بريطانيا، روسيا والصين. لا يمكن أن نتوقع على الأقل في المستقبل القريب جدا أي خطوات كبيرة من الصين وروسيا، ولكن بقي الدولة هي أقرب للمعسكر الغربي وهي بريطانيا. فبريطانيا الوحيدة الآن التي يمكن القول إنها مسألة وقت قبل أن تقدم
على خطوة الاعتراف بالحكم الذاتي. لكن دعيني أشير إلى نقطة مهمة، كثيرون يقولون إن حزب العمال هو من اليسار وبالتالي لا يمكن أن نراهن كثيرا على اليسار فيما يتعلق بهذه المقاربات، مقاربات الاعتراف بمغربية الصحراء والحكم الذاتي. يجب الإشارة إلى أن كير ستارمر، هناك حديث في الداخل البريطاني على أنه يكاد يشبه حكومة توني بلير، بمعنى أنه يمين مغلف باليسار. نحن لا نتحدث عن حزب عمال يقوده جيرمي كوربين، لا، لأنه وقعت هناك الكثير من التعديلات على حزب العمال في فترة عام 2020، انتهت بإخراج جيرمي كوربين والمعسكر المتشدد من اليسار من داخل حزب العمال، وأصبح لدينا حزب عمال كأنه يميل في مقاربته لحزب المحافظين. قبل بضعة أيام فقط قام جيرمي كوربين بالعديد من الإعلانات التي ما كنا لنتوقع أن تقوم بها حكومة يسارية في بريطانيا، ونتحدث هنا فيما يتعلق بالاقتصاد الداخلي، وهناك ميل للتقشف على النحو الذي يشبه الميل الذي كان ينهجه حزب المحافظ. أشكرك جزيل الشكر من لندن الزميل الإعلامي والباحث في الشؤون البريطانية عبد الصمد بن جودة. استقبل سد فاسك بإقليم غليبيم في الصحراء المغربية أول حمولة من المياه بفعل التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة. سد فاسك الذي بلغت كلفته المالية 1,500,000,000 درهم انتهت أشغال بنائه قبل 3 أشهر فقط من هذه التساقطات. المزيد من التفاصيل معك الزميلة كلثوم الحصية ونوفل المجدوري. يعد سد فاسك أحد المشاريع الكبرى التي تم تشييدها بإقليم غليبيم ضمن برنامج التنمية المندمجة للجهة، والذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2016. تصل حقينة سد فاسك الإجمالية إلى 80,000,000 متر مكعب، مما يجعله أكبر السدود الوطنية والأول على مستوى الأقاليم الجنوبية. أما من حيث البناء، فسد فاسك استخدمت فيه تقنية الخرسانة المذكورة التي يقدر حجمها ب 1.5 مليون متر مكعب، وذلك لتسريع وتيرة الإنجاز وتخفيض تكلفة المشروع. كما أن هذه التقنية المستعملة تزاوج بين تقنية الإسمنت التقليدية وتقنية أتربة البناء بكل أنواعها، ومصممة خصوصا لضخها في الأنابيب بسهولة حتى تصل إلى ارتفاعات عالية، حيث يحتل المغرب المرتبة 5 عالميا في استعمال هذه التقنية في تشييد السدود من حيث حجم الخرسانة المدكوكة التي تبلغ 1.5 مليون متر مكعب. ويهدف السد إلى تخزين مياه الأمطار لاستخدامها في فترات الجفاف، مما يساهم في تنظيم عملية سقي أراضي زراعية شاسعة تصل إلى 20,000 هكتار. طبعا كل الشكر للزملاء نعمة العينين ونوفل المجدوبي اللذين كانا من أول الفرق الإعلامية التي تواجدت بمنطقة أو جهة غليبيم وادنون. معي الآن من ورزازات الأستاذ يوسف بن حمو مدير وكالة الحوض المائي لدرعا وادنون بلغة الأرقام. أهلا، قبل أن تحدثنا عن لغة الأرقام طبعا وعن الحقينة، أرحب بك الأستاذ يوسف بن حمو. شكرا سيدتي ومرحبا بالاستضافة، مرحبا بالقناة ميدي ان تي في كعادتها التي يعني تخصص قسط يعني من الوقت للاطلاع على المنشآت المائية وبما فيها سد الفاسك. اذا اعود الى لغة الارقام، الان الحقينة كم بلغت الى حد اليوم؟ بالنسبة لجوابك سيدتي، أن يعني سد الفاسك استقبل يعني في الأسبوع أو الأسبوع الماضي يعني أول حمولة تفوق يعني يفوق حجم هذه الحمولة 10,000,000 متر مكعب. هذا 10,000,000 متر مكعب في ليلة واحدة يعني بعد 6 أشهر
من انتهاء البناء في هذا السد، وهو صبيب مهم. هل هو مشابه للفيضانات التي حدثت في عام 2014 في جهة قليمين؟ نفس الحمولة؟ ليس بنفس الحدة، ولكن 100,000 متر كوب يعني في الثانية، فهي يعني صبيب جد مهم يمكن أن يخلق يعني عدة مشاكل وعدة مخاطر، وبالخصوص بالنسبة للمداشر والتجمعات السكانية التي توجد حول هذا الواد، وخاصة الواد الصياد. إذن كما قلت بأن السد له عدة أهداف، الهدف هو الحماية من ضمن الحماية من الفيضانات، وكذلك بالنسبة لهذا السد وهو يعني يمكن أن يعتبر يعني كمنشأة فنية مائية لترويج سياحي، لترويج اقتصادي يعني في المنطقة، هذا من ضمن الأهداف. ولكن السادة المشاهدين الذين لا يعرفون جغرافية واد نون ولا يعرفون جغرافية تواجد السد، السد ليس لوحده في المنطقة، واد درعة هو واد يعرفه أهل المنطقة، واد كبير، وصعوبة التي وجدتموها في إنشاء هذا السد تعرفونها جيدا. شكرا سيدتي للاطلاع السادة المشاهدة على معطيات عامة حول واد درعة واد نون. حوض واد درعة واد نون وهو من ضمن الأحواض المهمة الكبيرة بالمملكة، هناك ومجزئلة الأحواض يعني كبيرة. هناك درعة العليا التي يوجد فيها يعني سدين كبيرين، وهو السد المنصور الذهبي والسد السلطان مولاي علي الشريف. هناك يعني درعة الوسطى ويوجد فيها يعني سد أكدز أيضا حديث العهد، وهناك سد يعني درعة السفلى بالإضافة إلى حوض يعني قليم واد نون. هنا الذي يوجد فيه حاليا سد الفاسك. الحجم أو الطاقة الاستيعابية، وهذا اللي هو مهم، الطاقة الاستيعابية لهذه الأربعة سدود الكبرى تفوق مليار متر مكعب. وهذه السدود كلها سمحني في نقطة يود السادة المشاهدين، لأنه طبعا للأسف الشديد نترحم على أرواح البشرية التي سقطت في هذه الفيضانات. استراتيجيتكم في الحوض المائي لتفادي هذه وجود ضحايا البشرية أو حتى المادية؟ فعلا شكرا بدالة السؤال، لأنه الوكالة الحوض المائي تتوفر على استراتيجية يعني منذ تقريبا 2019 للحفاظ والحماية من المخاطر ديال الفيضانات. هناك أولا يعني المشاريع أو البرنامج ديال الأشغال لحماية من الفيضانات في إطار الشراكة مع الجماعات المحلية ومع المجالس الإقليمية ومع الجهات كذلك، و الصندوق الوطني لمحاربة الكوارث الطبيعية المسمى FLCN. يعني استفاد الحوض من عدة مشاريع، يمكن أن نقول بأنه فقط واحد المبلغ اللي هو جد مهم في هذا الإطار. هناك كذلك برنامج بناء العتبات، هذا البناء العتبات هناك برنامج طموح لهذه السنة والسنة المقبلة، لأن هذه العتبات يعني باللغة الفرنسية للسوي، وهي تساهم من جهة من تطعيم الفرشة المائية، ومن جهة أخرى من الحفاظ والحماية من الفيضانات. شكرا جزيلا لك الأستاذ يوسف بن حمو، مدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون. بارك الله فيك. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 5 جهات سجلت في عام 2022 ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني 36,000 درهم 284. وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2022 أن الأمر يتعلق بكل من جهات الداخل واد الذهب
ب 80,996 درهم، العيون الساقية الحمراء ب 71,246 درهم، الدار البيضاء السطات ب 54,997 درهم، وقليمين مواد نون ب 44,432 درهم، رباط سلا القنيطرة 43,124 درهم. المزيد من التفاصيل معك الزميلة كلثوم الحصية. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهة الدار البيضاء ستات تصدرت قائمة الجهات الأعلى حسب الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 31.4%، متبوعة بالرباط سلا القنيطرة بنسبة 16.1%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.4%، لتحقق هذه الجهات الثلاث بالأسعار الجارية 57.9% من الثروة الوطنية سنة 2022. وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لعام 2022 أن خمس جهات أنتجت 33.5% من الناتج الإجمالي، ويتعلق الأمر بجهة مراكش آسفي ب 8.3% وفاس مكناس ب 7.9% وجهة سوسماسة ب 6.6% وجهة بني ملا الخنفرة ب 6.1% والجهة الشرقية ب 5.1%. وساهمت جهة درعا تافيلالت والجهة الجنوبية الثلاث بنسبة 7.9% من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي. ومعي من الدخلة الأستاذ الشيخ محمد ملعينين المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بمدينة الدخلة. مرحبا أستاذ ملعينين. مرحبا بك أختي فرحانة. مرحبا بكم. مرحبا بمشاهدي الكرام. عندما نتحدث عن الناتج الداخلي الإجمالي بلغة أبسط، هل هي ما يربحه الشخص في السنة، وبالتالي هل هو انعكاس لمستوى التنمية الاقتصادية في الجهة للفرد؟ بلغة الأرقام، الناتج الداخلي الإجمالي الفردي هو إنتاجية الفرد، يعني نخصم التكاليف من مجموع الإنتاج يعطينا إنتاجية الفرد، وبالتالي هو انعكاس حقيقي لمستوى التنمية ومستوى مساهمة الفرد في الناتج الداخلي الوطني. وعلى كمثال نعطيكم بالأرقام، الجهات الجنوبية تشكل فقط 2.9% من الوزن الديموغرافي في المملكة، ولكن الناتج الداخلي التي في هذه الجهات يشكل أكثر من 5%. جهة الداخلة وادي دهب كمثال اللي كتشكل فقط 0.5% من مجموع الساكنة الوطنية هي الجهة اللي إنتاجيتها تصل إلى 1.5 من 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 مجموع الناتج الداخلي، وهو بالضبط انعكاس لمستوى التنمية. وهذه يؤشر، ولكن ما لا يفهمه الناس يعني، أو ما لا يفهمه الكثيرين البعيدين عن لغة الاقتصاد، هو كيف أنه جهة ديموغرافيا المنخفضة ومؤشر يعني عالي الأكثر، إنتاجية الفرد فيها الأعلى على مستوى الجهات المملكة. بالطبع، لأنه حتى التنوع الاقتصادي اللي كيتواجد فيه جهة الداخلة وادي دهب هو اللي يجعل على أن جميع اليد العاملة هي تشتغل. احنا كنتكلموا على نسبة بطالة حوالي نصف من صعيد الوطن، على صعيد الوطن اللي كانت سنة 2023 سنة استثنائية كانت 13%، في جهة الداخلة وادي دهب كانت 6.7. والقطاعات الاقتصادية اللي متواجدة في هذه الجهة، كنتكلموا على الصيد البحري، كنتكلموا كذلك على الفلاحة المغطاة، كنتكلموا على السياحة، كنتكلموا على الخدمات بمختلف أنواع، كنتكلموا ذلك على نسبة 10% من الناتج الداخلي الإجمالي هو من وحدات صناعية اللي كتشتغل. وبالتالي هذا التنوع الاقتصادي هو اللي كيعطي الجهة هذه القوة وهذا الزخم، وجعلها جهة جذب للاستثمار وجذب للاستقرار كذلك. حتى الناس اللي كتتوافد على المنطقة سواء من مختلف الجهات أو من خارج المملكة، حتى يعني المهاجرين اللي كانوا أصلا معتبرينها منطقة عبور هي أصبحت منطقة استقرار، في حين أن الجهات الأخرى اللي كنتكلموا عليها هي أولا كثافة سكانية مرتفعة، ثم كذلك عالم قروي اللي كان كيعاني من صعوبة إدماج الاقتصادي فيه في مختلف في
المجالات، وفي حين أن جهة الداخل هو ذهب العالم من القروي هو خزان التنمية، هي قرى الصيادين، هي ضيعة الفلاحية، هي كذلك مراكز صاعدة اللي فيها أنشطة اقتصادية، هي السياحة. إذن هذا التنوع هو اللي يجعل على أن هذه الجهة حكما لأي واحد كي يوفد لها يجبر الشغل ويساهم بطريقة إيجابية، ثم كذلك هذا هو اللي كيجعل قاطرة للنمو، لأن الخدمات العمران كيتوسع، الخدمات كتنوع، وبالتالي قاطرة التنمية، حتى المستثمرين الأجانب كيلاحظوا كيشوفوا هذه الجاذبية. ثانيا معدلات النمو بالنسبة إذا ما قررنا، نعم، الجهات الجنوبية الثلاث، الداخلة، جهة الداخلة واد الذهب، والعيون الساقية الحمراء، وقليمين واد نون. قد يقول لك مشاهدنا من المناطق الجنوبية ما سبب هذا التفاوتات، يعني جهة مثلا العيون الساقية الحمراء هي الأكبر من ناحية النمو الديموغرافي، ومن ناحية أيضا حتى تعدد الأنشطة الاقتصادية، يعني فيها مجموعة من التنوع، الطاقة الريحية، الصيد البحري، الفوسفات وغير ذلك، وكذلك جهة قليميم. على الاتحال هما هذه الجهات الثلاثة كيشكلوا قاطر التنمية، فنعطوا بلغة الأرقام كذلك وبالمقارنات، ماشي فقط بين الجهات ولكن المقارنات بين الدول. فجهة العيون بوجدور، العيون الساقية الحمراء تنتج ما يعادل دولة جيبوتي، وجهة الداخلة واد الذهب تعادل غينيا بيساو، هذا في الناتج الإجمالي يعني في حجم الدولة. ثم جهة قليميم واد نون تعادل الرأس الأخضر. إذا حنا كنتكلموا على جهات اللي وصلت في الحجم ما فقط في الانتاج الفرد، يعني مصاف دول افريقيه. ثم حتى من ناحيه الترتيب، من ناحيه الدخل الفردي، فهي في الصداره حتى على قارنا ما باقي الدول الافريقيه. فيكفي ان نقول عن جهه الداخل واد الذهب وجهه العيون، اذا قارناهم بالترتيب الناتج الداخلي الفردي لهذه الدول، كنتكلموا على المرتبه الثالثه والرابعه على صعيد الدول. يكفي ان نقول لك على ان العيون كتنتج. مرحبا، أشكرك الأستاذ الشيخ محمد مال عينين، المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بمدينة الداخلة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من مجلة الصحراء المغربية هذا الأسبوع. إذا رجعنا لكم من جديد الأصدقاء، كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم نال الإعجاب ديالكم. كما العادة دائما خليكم على قناتنا وقناتكم أم بي توب. نتلاقاو في فيديو قادم وخبر قادم إن شاء الله. السلام عليكم.